احتفلت مجموعة عائلات مريم في الأردن بعيدها السنوي الثامن، وذلك خلال الذبيحة الإلهية التي أقيمت في كنيسة القديس يوسف للاتين في جبل عمان. وترأسها المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن بمعاونة عدد من الأباء الكهنة والأخوات الراهبات وجموع المؤمنين. وأشار المطران الشوملي خلال العظة إلى أهمية حضور السيد المسيح في كل بيت مسيحي كحضوره في عرس قانا الجليل، منوهاً أيضاً إلى دور العائلة في الكنيسة والمجتمع. وفي ختام القداس قامت عائلة عصام وكلوديا حنظل بتسليم مسؤولية حركة عائلات مريم في الأردن إلى عائلة الشماس جبران سلامة ودنيس سلامة، ملبين الدعوة في تحمل مسؤولية الحركة وشاكرين الجميع على الثقة التي منحت لهم. كما تم تسليم الإرشاد الروحي للأب علاء مشربش خلفاً للأب وسام منصور. وأعلن أيضاً في اللقاء الروحي بعد القداس عن تأسيس فرقتين جديدتين، ليرتفع بذلك عدد الفرق في الأردن إلى 11 عائلة.